السلام عليكم خوتنا المشاهدين، كدايرين؟ لاباس عليكم. اليوم غادي نهضروا على الباطو وعلى الرحلات البريه بين اسبانيا وبين المغرب، وحتى ديال ايطاليا مع المغرب. كما كنعرفوا الصيف قرب، كل شيء بدا باغي يسافر، غير الحال كيسخن، الوليدات كيجلسوا من المدرسه، الكبار حتى هما كيجلسوا من الخدمه، كيفكروا البلد الواحد فين غيمشي، وخصوصا الجاليه المغربيه هو البلد الحبيب ديالنا. غادي نهضروا على الثمن اللي مرتفع بزاف، وغادي نهضروا حتى على التحليله او البي سي ار واش باقين كيديروه، وغنهضروا حتى على الجرين باس واش باقين كيطلبوه ولا ما كيطلبوش. كما كنعرفوا اسبانيا مع المغرب حلات الرحلات ديالها البارح، باش يبداو يدخلوا من سبته ومن ليليا الرحلات. كما كنعرفوا حنا بين سبته ومليليا ما كاينش واحد الطريق اللي هي طويله، وما كاينش واحد المسافه اللي هي كثيره، ورغم ذلك ارتفاع الاثمنه خيالي. كما كنعرفوا بين سبته ومليليا واحد الوقت اللي هو قصير، والثمن ديالو كيوصل حتى ل 300 و 500 350 اورو باش تدخلي المغرب. ثمن اللي هو مرتفع بزاف بالنسبه لهذاك الثمن، الناس كيمشيو به من فرنسا ولا من المانيا ولا من ايطاليا، ولكن غير هذيك جوج خطوات غالي الثمن ومرتفع بزاف. وبالنسبه للجرين باس او البي سي ار اللي هي التحليله، واش حيدوهم ولا مازالين؟ ما حيدوهمش. بالنسبه للطياره مازالين باقين كاينين، الا ما كانتش عندك الجلبه ما تقدريش دوزي وما تقدريش تسافري للمغرب من جميع الدول. ضروري خاصها تكون عندك الجلبه وتكون مكملها، وحتى لما كنتيش مكملها دير التحليله ديال النيوف. وبالنسبه للوليدات يقدروا يدوزوا غير بالتحليله ديال النيوف الا ما كانوا جالبين، ولكن فوق 18 ضروري خاصهم يكونوا جالبين. هذا هو القانون ديال الدخول للمغرب، حيت حنا عرفنا دابا بزاف التخفيفات لا هنا لا في المغرب كاينه، الناس كيسحب ليهم صافي غاديين يدوزوا بلا دوك الاجراءات ديال التحليله وبلا دوك الاجراءات ديال البي سي ار. ولكن راهم مازال كاينين بالنسبه للطياره ما تحيدوش، ولكن بالنسبه للباطو راه ما كيطلبوش ليك الجلبه، كديري غير البي سي ار يعني التحليله ديال النيوف وتقدري تدوزي في الباطو، ما كاينش تعقيدات. بالنسبه للناس اللي كيقلبوا على كما تنقولوا شي فرصه اللي تكون تكون في ثمن قليل وتقدر حتى هي تمشي تدوز العطله في البلاد المغرب، كاينين واحد الطائرات اللي ما مشهوراتش بزاف، ما كاينين واحد العروض اللي ثمن ساهل وكما تنقولوا ثمن رخيص، ولكن هاد الطائرات للاسف يقدروا يبدلوا البونطامينتو، يقدروا تقطعي فيهم في تاريخ وتقلبوا عليك، حيت شحال من واحد وقعت لي هاد الشكل هذا، والثمن ديالهم بسيط بزاف وما غاليش، ماشي بحال الشركات اللي معروفه. الا كانوا مقطعين لك في ديك التاريخ غتمشي، يعني غتمشي. وحتى لا هما ما بغاوش يربح، ما بغاوش هما يحلقوا هذيك الطائره ما بغاش تمشي، كينوضوا يبدلوها لك ويشوفوا لك طائره اخرى. بالنسبه اللي زعما ما غاديش على شي حاجه ضروريه يقطع فيهم، ولو بدلوا لي داك التاريخ بيوم ولا 3 ايام ما كاينش مشكل. هاد الطائرات هادو اللي دايرين هاد الشركات عروض راهم كاينين في الانترنت، الواحد يدخل ويبرك على الاسم ديالهم وتما غيطلعوا ليه الثمن اللي بغى هو اللي مناسب ليه يقطع به، وخصوصا ديال مراكش واكادير هما اللي غتلقاي فيهم هاد الثمن رخيص وتلقايهم كاينين. ونتمنوا عطله سعيده للجميع، ونتمنوا بنادم كل شيء يمشي لبلاده ويدوز عطله سعيده، والى اللقاء في حلقه اخرى ان شاء الله.